نعملوه حالا سي سلك الوحلين، نشوفوا شنية التحدي متاعو لليوم وباش نعاودو نرجعو المعبوكة الفيزا. قولك معبوكة خطر ما عادش عندها تسمية أخرى، وكل مرة ما باش نتعرضوا له هذا الموضوع باش نقولوا بهذه الطريقة حتى تتغير الصورة في علاقة بالفيزا بعدد من البلدان الأوروبية اللي تحولت وقاعدة تتحول إلى عملية إذلال متواصلة في مختلف المراحل متاعها. ولكن شعلينا فما ناس مجبور أنا كي تسألني نقولك آخر حاجة نفكر فيها أني أتحول إلى أحد هذه الدول من غير ضرورة. الراجل في ظل للضرورة أحكام، في ظل هذه التضييقات أما للضرورة أحكام، كما الضرورة متاع السيدة اللي تواصلت معنا في علاقة بالحق. مش المشكلة المرة هذه مع موضوع الفيزا بقدر ربما تكون المشكلة مع إجراءات تونسية، وذاك علاش باش نحاولوا احنا ندخلوا فيها أملا في إيجاد حل في علاقة بالفيزا وفي علاقة بإعداد بعض الملفات. تعرف حسان وسادة المستمعين اللي يطلبوا منك معناها مصارنك الكلها، البنكة والكونتوات والدرشنية والفلوس وشنية الفلوس، وخلي عاد كي تبدأ بشمشي تقرأ مثلا ولا طالب طالع يقرأ ولا معناتها وضعيات معقدة جدا في علاقة بالبنوك مثال. فيبدو أنه فما وضعية في هذا الإطار صارت لسيدة ولدها باش يطلع يقرأ، ولكن الإشكال صار من البنك التونسي، ما أنت بنك تونسية وليس من 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 الفيزا في حد ذاتها. اسمع معايا شنو تحكي هذه السيدة باش نشوفوا كيفاش نجموا نعاونوها في هذا الملف. سمعنا نور. بخير حمدة، بخير يا سيد. عندي مشكلة مع البنكة، نحب سلاك الوحليني حلها لي. أنا عملت بلوكاج في بنكة، عملت تستاسيون دو بلوكاج، خديت تستاسيون دو بلوكاج لكن الكونت ما تبلوكاش بالنسبة لولدي أنا. كي مشيت صبيت في التفارم لي خاطر باش يخرج يقرا إتيديون، تروح الفيزا نتاعو على خاطر لقاو الكونت نتاعو أون موفمون ماهوش بلوكي. أنا نطلب من سي حمدة سلاك الوحليني يبقى لي حل في الحكاية هذه. أنا ولدي في الوضعية هذه خطر عام كامل قرا، نحب باش يبدا جونت يعطيني ورقه اللي الغلطه صارت منهم هما وموان نلقى حل مع التفاره هذه. وشاف دا جونت ما حبش يعطيني وما اعترفش حتى من باب الغلطه نتاعو. واضح يظهر لي الموضوع واضح. فما تيستاسيون دو بلوكاج تعطيها لك البنك تقول لي الكونت بلوكي، وهي من الوثائق المطلوبه في ملف الفيزا. هما كي جاوا يثبتوا جماعه يلقاو ان الكونت فيه موفمون قاعد وبالتالي مش بلوكي. بو أنا الحق استغربت كثيرا حساني ما عرفتش هما كيفاش أصلا نجموا يثبتوا، وهي معطيات تعتبر يعني معطيات شخصية أي تعتبر معطيات شخصية. لكن بو هما ينجموا يثبتوا لقاو أنه الكونت فيه موفمون، بالتالي ماذا بيا الساعة تجيب لنا نلقاوش عدد من المعطيات هذوما السفارات والشركات نتاع الفيزا في علاقة بالتثبت في المواضيع المالية كيفاش يصير، شنو عندهم الحق يعرفوه شنو عندهم الحق ما يعرفوش. رقم واحد. ثم اثنين باش تلقى لنا حل هذه السيدة، شوفنا مع البنك شوفنا مع طالبة واضحة العملية، عطاوها تيستاسيون للكونت بلوكي في الوقت أنو الكونت مش بلوكي، وبالتالي لاتيستاسيون نتاعهم غالطة وبالتالي ماذا بينا يعطيوها اعتراف يقولوا راو مثلا المرة الأخرى راهو صار إشكال في كذا، يدبروا ليوسهم هما في الصيغة اللي يقولوها اللي هو باش يقولوا راهو معناها المرة الأخرى صار خلل كذا، المرة هذه راهو الكونت بلوكي. واضح فهمت؟ معناها يعترفوا بالغلطة باش هي تنجم تعاود تنجم ديبوزي الملف نتاع ولدها على أمل أنه يتحصل على هالفيزا هذه خلي يطلع يقرأ على روحه. تفهمنا؟ واضح متفهمي. هذا التحدي نتاعك لليوم، انطلق سي حسان. بخير حمدة، بخير يا سيد. عندي مشكلة مع البنكة، نحب سلاك الوحليني حلها لي. أنا عملت بلوكاج في بنكة، عملت تستاسيون دو بلوكاج، خديت تستاسيون دو بلوكاج لكن الكونت ما تبلوكيش بالنسبة لولدي أنا. كي مشيت صبيت في التفارم لي خاطر باش يخرج يقرا إتيديون، تروح الفيزا نتاعو على خاطر لقاو الكونت نتاعو أون موفمون ماهوش بلوكي. أنا نطلب من سي حمدة سلاك الوحليني يبقى لي حل في الحكاية هذه. أنا ولدي في الوضعية هذه خطر عام كامل قراية، نحب باش يبدا جونت يعطيني ورقه اللي الغلطه صارت منهم هما وموان نلقى حل مع التفاره هذه. وش يبدا جونت ما حبش يعطيني وما اعترفش حتى من باب الغلطه نتاعو. سي حسان لوين وصلت؟
بالنسبة للوضعية تاع السيدة هذه ولدها زادة كيف كيف كانت تفسر فيها. أول حاجة أكيد اتصلت بها السيدة هذه خاطر خليت لنا حتى رقم الهاتف نتاعها باش نتأكد من صحة الوثائق اللي عندها وتمكنت أني نتحصل على وثيقتها. هي معناتها مكتوبة باللغة الإيطالية سيرتيفيكاسيون دو بلوكاج، هي مكتوبة بالإيطاليان، دونك هي وثيقة تثبت أنه ماشي لإيطاليا الوليد، ماشي لإيطاليا باش يقرا في إيطاليا، دونك مكتوبة سيرتيفيكاتو دي بلوكو بالإيطاليان. دونك اي برونتو دونك الوثيقة موجودة غلطة ولا صحيح؟ صحيح لكن واحد صحيح. دونك هيك الوثيقة تشوفوا فيها، غطيت بيان سور شوية المعطيات الشخصية، أما هيك مصحة من عند المسؤول على الفرع متاع البنك متاعها. المفروض كي تهزها تاخذ الفيزا متاعها، إلا أنه الشيء هذايا ما صارش، لأنه السفارة اتصلت بالفرع البنكي وقالوا لها راهو الكونت ماهوش بلوكي. بالضبط اتصلت بالبنك المعني بالامر وقالوا لي هما قاعدين وتوا قاعدها ثبتوا من الوضعيه هذه وصحيح انه صار انه الكونت ماهوش مسكر. وبالتالي شنو طالبه الام حسب ما اتصلت بها؟ طالبه انه تاخذ ورقه من عند البنك تثبت انه هما الغالطين. سالتني الساعه خلينا نمشيو المعلومات اللي طلبتها مني كيفاش تصير العمليه هذه. السفاره شنو تطلب من البنوك وكيفاش تصير العمليه؟ اتصلت بسي محمد نخيلي اللي هو عضو اللجنه القانونيه القاره بالمجلس البنكي والمالي باش يقول لنا شنو تصير، شنو يصير بالضبط بين السفارات والبنوك. ما فماش البروسيدور واضحه معناها ومقنه، لكن تصير بطريقه لا بلو كورونت هي الميل، معناها يتصلوا بالبنك وسوا يتصلوا هما بالهاتف باش يعرفوا شكون المسؤول بالبنك، ساعات يتصلوا برئيس الفرع والا يتصلوا بالمقر الاجتماعي المقر المركزي للبنك. السفارة تنجم تثبت مش كان على الكونت بلوكيت، تنجم تثبت من صحة الوثائق اللي صادرة عن طريق البنك ولا لا، الوثائق هذيا صحيحة ولا مفتعلة، خاطر صاروا قبل انه فاقوا اللي فما حرفية يفتعلوا وثائق معناتها ولا يبدلوا الارقام الحسابات اللي عندهم على الارض اللي عندهم باش يكون معناها لي شانس نتاعهم باش ياخذوا الفيزا يكون اوفر، وهذا جريمة بطبيعة الحال. صارت قبل حالات بتاع تزوير وتدليس وثائق، نحكيه على مثال محدد صار مثلا مع السفارة الإسبانية، أنه فما مجموعة فما عصابة كانت موجودة اللي هي تزور الوثائق هذية باش ناس تخرج عن طريق الفيزا الإسبانية. سألتوا تو شي اللي يحكي فيه هذية، هل عادي أنه بنك تاخو معلومات على حساب بنكي بتاع هل نجم هذية سامحوني سفارة تاخو معلومات من البنك، هل يتعارض هذية مع السر البنكي والمعطيات الشخصية بتاع الحريف؟ هو ينجم يتعارض مع السر البنكي اذا كان هما باش يطلبوا معلومات على الحرفاء نتاعهم وقتها يولي يتعارض مع السر البنكي، اما باش يطلب يلقى وثيقه صادره عن البنك صحيحه ولا ما يتعارضش مع السر البنكي. دونك نسبيه الحكايه شويه. تو سالته على الوضعيه نتاعنا نتاع المواطنه وولدها، هل تنجم فعلا البنك تغلط تكنيكمون انه تعطي ورقه اللي الكونت بلوكي هو فعليا ماهوش مسكر الفائدة الطفل اللي باش يمشي يقرا لبرا؟ ينجم تكون الاتستاسيون خرجت، وينجم بعد ما خرجت الاتستاسيون بوغ اون ريزون اون اوتر طلب الحريف كونت ما تسكرش. دونك وارده العمليه هذه، وبالتالي البنك شنو لازمها تعمل يا سي محمد؟ البنك هنا تحمل مسؤوليتها اذا كان معناها دار غلطه معناتها من المصالح نتاعها، معناها كانت تحمل المسؤوليه نتاعها وتعطي مراسله في الغرض للحريفه تبين فيه انه طلبت باش يكون فما ان كونت بلوكي واللي الرصيد متوفر، لكن معناها صارت خطا مادي على اثره ما تمش معناها البلوكاج نتاع الكونت. هنا تنجم تسوي وضعيتها الحريفه اذا طلب معناها الهجره اللي عملته ولا طلب تاشيره. وهذايا اللي اتصلت كما قلت لك بالبنكة باش تحصل عليها، على خاطر شيف داجونس اللي تعاملت معه رفض انه يمكنها من الوثيقة هذه، وبالتالي اتصلت حتى بالميدياتور الموفق البنكي اللي تتعامل معها البنكة هذه باش نحاولوا ننسقوا مع بعضنا باش انها تتمكن من الورقة هذه في اقرب الاجال. توا سؤال معلومة للناس الكل اللي تسمع فينا توا، اذا عندك اي مشكلة من اي نوع مع اي بنك كيفاش تعمل؟ كيفاش تعمل ريكلاماسيون؟ هل فما قانون يحميك؟ وكيفاش نمشي تطلب الحق نتاعك حتى اذا كان طلبت حاجه وجات عكس الطلب نتاعك انت ماكش قابل بها؟ هاو نسمع مليح شنو تنجمو تعملوا. البروسيدور تقول انه لازم الحريف
يتعدى بالبنك نتاعو يعمل ريكلاماسيون، واذا كان في غضون 15 يوم من هذا مشهور البنك المركزي على 8 لسنه 2020 واللي اوجب بنوك باش انها تجاوب الحرفاء نتاعها بخصوص التشكيات نتاعهم، بعد 15 يوم اذا كان ما جاوبتش والا اذا كان جات الاجابه مخالفه لرغبه الحريف، وقتها ينجم الحريف يمشي للموافق البنكي نتاع كل بنك والا ينجم يمشي للمركز المجلس البنكي والمالي اللي حط رقم اخضر على ذمه الحرفاء وحط ان سونتر دو تريتمون دو ريكلاماسيون. وهو كذا كنا حتى حكينا عليها السونتر نتاع لي ريكلاماسيون على الانترنت. به في علاقة بموضوع السيدة شنو قالت لك البنكة في نهاية المطاف؟ البنكة اتصلت كما قلت لك بالموفق الإداري نتاعهم، اتصلت حتى بالموفق اللي يتعامل معها المجلس البنكي والمالي، وسيتم التنسيق أنه توا فما الدوسي عند التفقدية بعد الريكلاماسيون، بعد ما تنقلت المرأة للمقر الرئيسي ولا الاجتماعي نتاع البنكة، وسوف يتم تمكينها من الورقة نتاعها هذيا. دونك البنكة ما عندهمش مشكلة، جوست يتثبتوا مع شيف داجونس يتصلوا به وكهو. معناها وقتها من هذه امور ما لا تحتملش وقت، ما تحتمل. قول هذا اللي قلته له انه راهو صغير باش يخسر عام اذا نزيدوا نطولوا عليه. وبالتالي المفروض من هنا ان شاء الله الغدوه نجيبوا بالخبر انه المرات سلمت الورقه هذه، وهي نعرف اللي هي تسمع فينا توا على خاطر خايف على مستقبل ولدها كل شيء. نوعدها انه من هنا الغدوه غدوه ان شاء الله من غير ما توعدها، خاطر الامور ماهيش مربوطه ياسر بيديك انت، معناتها بيدين البنك، اما انت انك تعمل مجهودك انه من هنا الغدوه البنك تمكننا من هذه الوثيقه، او نقولوا لهم معناتها انه راهي جوست نزربوهم شويه على الامور، مش تمشي والاجراءات ويلزم 15 يوم عند الموافق الاداري وجمعه عند درشكون ودرشنيه. دونك داكوردو، شوفوا هذايا معاك حسين من هنا الغدوه، شكرا جزيلا.